كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم بالمشروعات المطروحة. كما وجه الرئيس السيسي وزارة الصحة بإتاحة جميع الخدمات الصحية لذوي الهمم وذلك بمختلف المراكز والمستشفيات. رابعا، تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة، مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية. خامسا، تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات، وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية إذا تعذر التواصل مع المريض. سادسا، تكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حاليا من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة، ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم. سابعا، تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معا لإطلاق مبادرة رفقاء قادرون باختلاف في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات، على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين على قيامهم بالاشتراك في هذه المبادرة. ثامنا، تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل.